الزواج المبكر هو موضوع فيلم خليل زارور الجديد نور. من بعد عمل دام 3 سنين أصبحت شخصية نور اللي بتدور حول أحداث الفيلم قضية بتطرح من خلالها مسألة زواج القاصرات بالمجتمع اللبناني واللي بتعاني منه العديد من المراهقات. نور حتى عارفة علي شخص كتير بحب الحياة كتير كتير ودايما عندها تطلع مستقبل كتير بتحب، بس الزواج كتير أخذ منها كتير أثر فيها، إنه بالنهاية أنت عم تحرمي حدا من إنه يعيش طفولته، هي أهم مرحلة بحياة الإنسانة. تجربة فانيسا الأولى بالتمثيل وبدور رئيسي كانت بعمر 14 سنة، ولكن أكدت فانيسا أنه دعم أهلها أصدقائها وفريق العمل كانوا الأساس لإنجاز هذا الدور. أما عن المخرج خليل زارور واللي بشاركها التمثيل، فقالت فانيسا أنه صاروا best friends. قبل ما نبلش نكتب السيناريو إليسا وأنا اجتمعنا مع كتير نساء تزوجوا بعمر مبكر، بنينا السيناريو على قصص حقيقية، أشياء عايشينا هالفتيات بحياتهم، هالمعاناة، وبذات الوقت عملنا أدابتيشن تتلائم السينما، تتلائم جمهور السينما. يعني في قصة حب، في ضحك، في حياة المراهقة اللي كلنا عشناها، في البحيرة، البسكليتات، العرزال، تقريباً كل اللي عايش بضايعة بيعرف عن شو عم بحكي. الأهم إنه الفيلم ينعرض بالمناطق، ما بس ينعرض ببيروت، يمكن لأنه أهل المدينة شوي عندهم وعي، ولكن كل ما رحنا على مناطق فيها هيدي المشاكل بيكون أهم بكتير. السينما اللبنانية تخطت كل الحواجز الاجتماعية ونور منه استثناء، وبانتظار أعمال لبنانية جديدة بينعرض نور ابتداءً من 27 نيسان بكل السينمايات اللبنانية.